السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني أن ألتقي بكم في عصة جديدة من مكون الحكمة بعنوان أتفائل ولا أيأس، قصة نوح عليه السلام. نتعرف على قيمة أخرى من القيم العظيمة التي يسخر بها ديننا الحنيف ربطا بما تعلمناه فيما يتعلق بمكون القسط. نعم، أخص بالذكر هنا قيمة الصبر وقيمة المواظبة، فهاتان القيمتان تحملان في طياتهما التفاؤل وحسن الظن بالله وأن الغد سيكون أفضل، اقتداء بنبي الله نوح عليه السلام ومن خلال قصته مع قومه. فهو رغم ما لاقاه من إنكار وعناد وجحود إلا أنه واصل وواظب على تبليغ الدعوة إلى أن جاء أمر الله جل في علاه. فالمؤمن الحقيقي عنوانه التفاؤل وسلاحه عدم اليأس وشعاره الثقة واليقين في الله جل في علاه. كما هو واضح من خلال عنوان الدرس أتفائل ولا يأس، أن درسنا اليوم سيتمحور حول قيمة عظيمة وهي قيمة التفاؤل، والتي لها أثر كبير في حياة الإنسان. ويقصد بالتفاؤل عادة الانشراح والاستبشار بالخير، وهي عكس القنوط واليأس والتشاؤم والعياذ بالله. وكأنه نداء أو دعوة لنا ولكل إنسان بأن يتفاءل وأن لا يأس، حيث سنقتدي بقصة نوح عليه السلام مع قومه وما تضمنته من عبر ومواعظ تزكي قيمة التفاؤل وتنبذ التشاؤم والقنوط واليأس. إذن على بركة الله، هيا بنا لنشرع في التعرف على مجريات درس اليوم، حيث سنبدأ بأربط وأهتدي، وسأقرأ على مسامعكم آيتين من سورة نوح، وبعدها سنستخرج مضمون كل آية على حدة. تابعوا معي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إذن فلنلاحظ الآية الأولى وهي الآية العاشرة: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إذن كما تلاحظون فالقائل هنا أو المتحدث هنا جيد جدا سيدنا نوح عليه السلام، فقد قال لقومه استغفروا ربكم، أي اطلبوا المغفرة والصفحة عن ذنوبكم، وأخبرهم بشيء مهم. لاحظوا: إنه كان غفارا، إذن بصيغة التأكيد، إذن يخبرهم بأن الله غفور رحيم، متى استغفروه ومتى طلبوا المغفرة فهو سيغفر لهم ذنوبهم ويتجاوز عنهم إن شاء. وهنا يفتح سيدنا نوح لقومه أعظم أبواب التفاؤل، وهو باب التوبة وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله. فلننتقل إلى الآية الثانية، تابعوا معي: يرسل السماء عليكم مدرارا. كما تلاحظون وكأن الأمر يتعلق جيد بنتيجة سبقها إنجاز أمر معين، أو جيد أو بجائزة عظيمة تتطلب أولا القيام بأمر معين. إذن إذا عدنا إلى الآية الأولى فسنرى أن نبي الله قد وعد قومه إذا ما استغفروا الله وتابوا وعادوا إلى رشدهم فإن الله سيرسل السماء عليهم مدرارا، أي سينزل عليهم المطر الغزير والذي يحمل البركة وكل الخير، مصداقا لقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وهذه دعوة صريحة من نبي الله نوح عليه السلام إلى قومه بالاستبشار خيرا والتفاؤل وعدم اليأس والقنوط. وهذا يبين مدى ثقته في ربه وحسن ظنه به، الشيء الذي جعله يصبر ويواظب على دعوتهم كل هذه المدة، فالأمر يتعلق بمئات السنين، وهو يدعوهم إلى طريق الحق دون كلل أو ملل ودون يأس، أملا منه أن يهتدوا وأن يعودوا إلى رشدهم. فننتقل إلى قراءة وتأمل حديث نبوي شريف لنتعرف أثر التفاؤل فيه. تابعوا معي. عن أبي بردة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. كما هو واضح من خلال هذا الحديث النبوي الشريف، فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نتوب إلى الله، أي أن نعود إليه وأن نرجع إليه، وهذا من أعظم أبواب التفاؤل، فالله يفرح بتوبتنا ويفرح بعودتنا، وهذا يجعلنا نتفاءل ولا نيأس ولا نقنط من رحمة الله. كما يدعونا إلى أن نستغفره، أي أن نطلب منه المغفرة عن كل ما بدر منا من أخطاء وزلات، وهذا يجعلنا نحسن الظن بالله أنه سيغفر لنا وأنه تواب غفور رحيم. ومن كرم الله تعالى ونعمته علينا أن دعانا على لسان رسوله بأن نستغفر ليغفر لنا. فها هو النبي الكريم يخبرنا في نهاية هذا الحديث أنه يكثر من الاستغفار وهو المعصوم من الخطأ،
فعلينا أن نقتدي به وأن نستغفر الله كثيرا، راجين أن يغفر لنا الذنوب، محسنين الظن به وبالإجابة. وكما هو واضح مما سبق، فالثقة بالله وحسن الظن به وعدم اليأس والتفاؤل من شيم الأنبياء والمرسلين التي يجب علينا أن نتشبع بها وأن نتصف بها في كل زمان ومكان لنفوز بخيري الدنيا والآخرة. إذن يتضح لنا من خلال مواصلة نوح عليه السلام دعوة قومه كل هذه المدة دون كلل أو يأس مدى تفاؤله وحسن ظنه بالله، كما يتضح من خلال الحديث النبوي الشريف حسن ظن الرسول صلى الله عليه وسلم بربه وتفاؤله بقبول التوبة والمغفرة من عباده. ومن أهم المصادر التي نستمد منها الأمل والتفاؤل ثقتنا بالله، حسن ظننا بربنا، ورد الأمر إلى الله راضين بما قدر وحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل والاستبشار خيرا، لأنهما يقويان الرجاء ويمنحان الأمل والعزمة، وبالتالي تتحقق السكينة والطمأنينة في قلوب المسلمين، لأنهم واثقون أن هناك ربا يرعاهم في كل زمان ومكان، وكيفما كانت الظروف فرحمته وسعت كل شيء. وهكذا نستخلص أننا يجب أن نجود وأن نحسن الظن بالله ربنا، فنتفاءل ونستبشر ونرجو خيرا، ولا نقلط من رحمة الله أبدا، مصداقا لقول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إلى آخر الآية، الآية 186 من سورة البقرة. لا شك أنكم تعرفتم قيمة التفاؤل وعدم اليأس والثقة بالله وحسن الظن به، كما تعرفتم عظمة هذا الدين الحنيف الذي يزخر بهذه القيم السامية التي تجعلنا نعيش في سعادة دائمة. وأرجو من الله العلي القدير أن يجنبنا اليأس والقنوط والتشاؤم، خاصة في ظل هذه الظروف التي يجدح فيها هذا المرض الفتاك أرضنا وأرض المسلمين جميعا. نرجو من الله العلي القدير أن نظل متفائلين آملين راجين أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب الآجال. شكرا أبنائي على حسن متابعتكم، إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.